وقل رب زدني علما. أختار هذا العنوان لهذه الكلمة الثانية من خلال ما استمعنا إليه من تلاوة للشيخ ياسين. نختار هذه الآية عنوانا لهذه الكلمة، وقل رب زدني علما. سبحان الله، سيدي ربي سلم ذاغ باش نستثر زيادة ذي ثموسني، وقل ربي زدني علما. ما هي الدلالات تاع هذه الآية؟ كثيرة منها ثمزواروث إبراز لشرف العلم باش غادي يبقى سيدي ربي باللي ثموسني ذا الرزق، ثموسني ذي الروج كنز. تجد تمزواروث الأرزاق عطا سيدي فيك ربي سبحانه، السيسن ثموسني العلم، وقل ربي زدني علما. تجد دلالة تمزواروث وينادي الآيات اللي أظن مثلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والآية الأولى زرمية كدين زناف النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصف نفسه بهذا العلم، إن الله كان عليما حكيما، سورة النساء الآية 12، إن الله كان عليما حكيما. الحوار اللطيف اللي حصل بين العلم والعقل، شكون اللي مليح، العقل ولا العلم؟ هو مليح في زوج، تلاقاو وبداو يتناقشوا، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بعرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. تفرع استقبلت قناة الدزفرز، دلالة الأولى. الثانية لا قناعة في العلم، القناعة لها في العلم ماشي مليحة، هذه رسالة خاصة ماشي غير للشباب، للجامعة. الإمام البيروني كان يقرأ إلى آخر لحظة في حياته، جاءه عواده وهو مريض، وهو مريض يعني قرب ذي مثلين لحظات الاحتضار، اسمع لهم يتناقشوا في مسألة علمية، قرن كي المستسك الراحة، إن ياسن كي تلقاو الجواب أعطيوني الجواب، قالوا له واش تدير به، أنت راك رايح تموت. قال لهم نحب نلقى ربي وأنا أعرف هذه المعلومة أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. يعني كان حريصا على التحصيل العلمي إلى آخر لحظات حياته. هذه رسالة مهمة، لذلك المؤرخ الفرنسي الكبير سخاو تحدث عن الإمام البيروني، قال هو أكبر عقلية عرفها التاريخ، اللغم قرآن. علاش نقول هذا الكلام؟ باش كل واحد منا ومنكم، صغار كبار رجال نساء، لازم يكون عندنا الحرص على التعليم إلى النهاية، خط العلم كي ساعة جر وذاغ باش نسين ربي أكثر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن تجي مسألة القناعة في العلم مرفوضة، لازم يكون لك طموح. الله يرحم المتنبي اللي قال إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الدلالة الثالثة أنه بالعلم نعرف آيات الله المبثوثة في الكون، هي كثيرة، أكتفي بهذه. أعيد سموسني أني السين شوية ذقين دي خلق ربي ذي خلقيث، أتوليض البحر أقلا سبحري البحر، لا حول ولا آية من آيات الله. ذلك الآن كان اختصاصات في علوم البحار، وعلوم البحار أيضا فيها اختصاصات، هذه آية من آيات الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
كل من قرأوا في هذا المجال كل من نعظم الله جل جلاله لبحر من ولن إثران إهنوان إثران أقور إطيج سبحان الله اللي يقرأوا في علم الفلك الأسترونومي كيف كيف اللي يبحث في الأرض في علوم الأرض لا جيولوجي طبقات الأرض سبحان الله اللي يقرأوا في علم النفس النفس البشرية ماشي سهلة ونفس وما سواها إلى آخر الآيات شيء عجيب علم الاجتماع كل العلوم القرآن لا يستثني علما من العلوم والعلوم تتكامل لا يجوز مرة أخرى اختزال العلوم في مجال معين ها يقول لك القراية هاو اللي يربحوا الباك مبروكوا عليهم فيش دفو هذيك بطاقة الرغبة اقرأ المهم الاختصاص اللي تختاره تتقنه برك هذا هو المطلوب ولكن لا يصح تقول الانفورماتيك خير من الاخرين الماتيماتيك لا 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 هذا كلام غير صحيح لماذا؟ لأن كل العلوم تتكامل وربي قال اقرأ اغر الآن كخاتمة نمر مع بعض الآيات في رحلة هي رحلة تمتد إلى 950 آية طبعا ما نقرأهاش كامل وإلا نصليوا العشاء ونكملوا الفجر ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله سورة ياسين الآية 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون علاش ربي قال هك ليظل الإعجاز القرآني قائما إلى أبد الآبدين أكن تفغو ثلاث مسني ير خلقيث ذي الشويط ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا والآية 36 تساوي الآية 49 من سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين الإشارة إلى انبثاث الزوجية في الكون في سورة فصلت الآية 53 ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم النتيجة حتى يتبين لهم أنه الحق ولم العلم كيف يقود أصحابه إلى معرفة الحق جل جلاله ثمسني تسوي فافيس باش هذه السين ربي وسارقنا ري فردان هذه الآية 53 فصلت سورة الذاريات وقفة خفيفة معها بدءا من الآية 7 والسماء ذات الحبك الآية 20 وفي الأرض آيات للموقنين ماشي غير الفلاحين ولا اللي قراوا لا جيولوجي لا لا للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين الآية 21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون الآية 49 سمعناها ومن كل شيء خلقنا زوجين الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين نوصلوا إلى الآية رقم 50 واش يقول فيها ربي ففروا إلى الله الله رب تسلك يونا دار يرول ما يرول سيدي ربي يروح غلمان سيدي ربي ففروا إلى الله الآية 55 واش قال ربي سبحانه وذكر ما جايس الذكر من مقاصدها هذه وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين الآية 56 باش نعرفوا رسالتنا في الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا كلام ربنا والله إذا طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا والسلام عليكم.